تعالوا مع بعض نشوف تقرير صورته كاميرا يحكى أن مع الكاتبة سمر طاهر. وطبعا سمر طاهر الكاتبة هي فائزة بجائزة ساويرس الثقافية علشان نقدر نتعرف عليها أكتر. تعالوا نعرف مع بعض منها إيه أهم المؤلفات اللي كتبتها، إيه أكتر الكتابات اللي بتحبها، وعلى فكرة هي بتكتب كمان عن أدب الطفل، ونتعرف منها أكتر إيه أهمية أدب الطفل من وجهة نظرها. نروح نشوف مع بعض التقرير ونرجع مرة تانية. بدايتي للكتابة كانت هواية من عندي وأنا صغيرة جدا. بدأت الأول بالقراية، كان أهلي كانوا شجعوني جدا على القراية، كنت بقرا حاجات حتى أكبر من سني، وكتب روايات لناس مشهورة وكتب سياسية وحاجات ما كنتش حتى بفهمها كلها، بس نهمي للقراية ده خلاني أنا كمان بحب أكتب. كنت بدون يومياتي، وكان ليا محاولات حتى من وأنا في ابتدائي وإعدادي أكتب قصص قصيرة لسه محتفظة بيها لغاية دلوقتي وبعتز بيها يعني. وكان ساعتها قررت ان هدفي ان انا هبقى صحفيه وكاتبه، عشان كده درست الاعلام، بعديها عملت ماجستير في الاعلام. اشتغلت بقى من الوقت ده في اكتر وجه من اوجه الكتابه، يعني التحرير الاخباري والكتابه الصحفيه والاعلاميه عموما وكتابه المقالات. لكن اول كتابه نشر لي كان متزامن مع تكويني لاسرتي وان عندي بنت، فلفت لها يعني قصص بحكيها لها كل يوم. وبما اني بكتب قررت ان انا هحاول انشر القصص دي، وفعلا كان اول كتاب اتنشر لي في سنه 2010 كتاب للاطفال. من هنا بقى بدات رحله الكتابه والنشر. اول سلسله ليا كان اسمها حكايه ليلى على اسم بنتي، لان انا البطله كان اسمها على اسمها، وبالتالي لما اتنشرت فضلت كده، ودي كانت حاجه حلوه جدا في طفولتها يعني. تزامن برضو مع صدور كتابي لادب الاطفال ان انا كنت عايزه اجرب نوعيات ادبيه اخرى. كان عندي رغبه جدا في كتابه الادب الساخر، بدأت بمدونة علشان كان في فترة فيها مدونات على الانترنت منتشرة جدا، وكنت ببدأ بكتب بشكل يومي تقريبا، وكان في تفاعل حلو من القراء، وكنت بكتب عن العلاقة بين الست والراجل، الزوج والزوجة، والعلاقة القط والفار دي بطريقة بقى ساخرة جدا، وتعليقات الناس هي اللي خلتني أقدر أكمل. نشرت بعد كده المقالات دي يعني، او نقدر نسميها نوع من يعني هي نوع من الادب الساخر، وكان حتى في بطريقه اللغه بتاعته كانت مبسطه جدا وكانت قريبه من الناس، واتنشرت بعد كده في جورنان يعني مصري، وبعد كده حولتها لكتاب اسمه نساء لا ياكلن الشاورما عن العلاقه بين الستات والرجاله يعني. الرحله دي كلها بدات من حوالي 10 سنين، لكن خلال السنين دي يعني اختبرت اشياء كتيره جدا عن علاقتي بالاطفال وازاي ان انا اقدر اخاطبهم ككاتبه. انا عندي كتب اترشحت لكذا جايزه يعني عربيه، في كتاب اخذ جايزه مصريه بكتاب بعتز بيه جدا اسمه خمس دقائق اخرى. الكتاب ده بيتكلم عن قيمه الوقت للاطفال اللي هم دايما مش بيفهموها، بس بطريقه مبسطه وساخره برده. الاطفال بيحبوا جدا الفكاهه والكوميديا. الكتاب ده اخذ جايزه واتنشر سنه في معرض الكتاب اللي فات. وعندي كتاب تاني بعتز بيه جدا اسمه لسبب واحد بسيط، بيتكلم عن الاختيارات الفرديه وازاي الطفل ما يبقاش جزء من قطيع او ان هو ماشي بس بدون تفكير. الكتاب ده برده وصل لقائمه قصيره لجائزه كبيره في الامارات، وكنت بعتز بيه جدا. معرض الكتاب الجاي ان شاء الله هيكون فيه سلسله جديده اسمها انا مهتمه او دوائر الاهتمام. السلسله دي ليها كذا بطل او بطله بنات واولاد، واول جزء منها هيصدر السنه دي عن دار نشر مصريه اسمه انا مهتمه بالسماء، وبيتكلم عن طفلة مهتمة سواء السماء بالشكل الشعاري أو كمان عالم الفضاء نفسه والكواكب. أتمنى أن الكتب يعني تبقى ليها حظ أكبر، وده ليه برضو حاجة على عاتقنا إحنا ككتاب ورسامين أنه يبقى الكتاب جذاب أكتر عشان يقدر ينافس. فأنا عندي أمل كبير جدا كل الموضوعات اللي نفسي أتكلم عنها اللي هي عندي برضو كتباها في الدرج، بس هي بتاخد وقت علشان النشر، إنها تطلع بسرعة أكتر ومش بس تفيد الطفل، إنها كمان الطفل يستمتع بيها.